يعني هو هو كان نفسي دكتور محمد يقولها هو العيانة عادة لما بتسطع هي بتخش تنام فخلاص اتفقنا بياخد الأوبر هاند وبيحصل نيروسيس يا إما لما في ناس لما بتسطع عندها حركة كاركترستيك شهيرة جدا اللي هي عامل كده والحركة دي they indent central corneum and they open the angle mechanically ودي اللي عملوا عليها ال indentation والهوك اللي فك الانجل وعشان كده حتى لما بتكون زعلانة وحد زعلها في البيت فما بتخشش تنام بتخش اوضتها من غير ما تنام فيجي لها اكيد اتاك فبتقول اصل انا كنت زعلانة وصحيت تاني زعلانة فهي ال intermittent كده. انا بس الـ عندي سؤال للدكتور محمد الباتو ايريس انت قلت ان التريتمنت بتاعها از بريفرال ايريدكتومي لا لا هو حاجه الباتو ايريس كونفيجريشن لو احنا عملنا له البريفرال ليزر ايريدكتومي خلاص هو كده كده الباتو ايريس كونفيجريشن ده حاجه كومن في معظم العيانين بتوع الانجل كلوجر مش هتبقى حاجه انما لما بنعمل بريفرال ليزر ايريدكتومي والعيان يفضل ستيل عنده اليفيشن اوف انتر اوكلر بريشر ده بنقول بقى ان بنقول بقى ان العيان ده ديفايند از بلاتو ايرس سندروم يعني هي دايجنوستيك مش اسمها تمام وكان في نقطه ثانيه برضو على الكومبايند سيرجري الكاتراكت فيكو تراب ما اعرفش انت التكنيك بتاعك اللي بتحبه ايه اللي هو التوسايت يعني التوسايت احمد نفس الحكايه يعني احيانا يعني كومباين تكنيكس انا في يعني في حقيقه اكثر من تكنيك بحبه يعني ولكن هو التوسايت كانت مشكله السكليرال تانل يعني هم احيانا بنعمل سكليرال تانل بس كانت بتمثل مشكله شويه في الدخله جوه العين كان الفيك بروب هو داخل جوه العين داخل العين مش بليه لما كنا بنعمل تانل without cutting the edge وبالتالي في تكنيك بعمله ان انا بعمل triangular flap زي ما بعمل الجلوكوما and at the base of the flap I go with the keratome go for phaco and then نعمل الاثنين خلال single incision مش لان البوكيت فعلا بيضايق بالذات في الانجل كلوجر لما تيجي تعمل الدخله دي شارع انتير تشامبر اولا بتفتح التانل فبتخلي الاجرس فلود عالي الانتير تشامبر ماشي طول الوقت وبالتالي سكلير بيور سكليرال تانل ان انجل كلوجر جلوكوما فور كومباين كيسز ات از تكنيكلي ديفيكولت مش عارف هو طبعا وافقك دكتور احمد بس انا يعني انا اي دونت كير فيري ماتش على السايت اي كير فيري فيري ماتش على نوت لوزينج ذا انتيريور تشامبر بوست اوبرتيفلي لما كنا عامل فيه كراب دي ريل بروبلم لو كنت تعلم ان العيان ده عادة عنده كومبرومايزد اندوثيليوم وكتير منهم جدا جدا بيقعدوا في اندوثيليوم ديكمبنسيشن the last thing you want to see is a lost AC علشان كده انا بعمل حاجة بسميها the limping suture ان انا بعمل horizontal mattress الواحدة embedded في الكورنيا all the way وبعدين تطلع فوق الفلاب تكمبرس الفلاب وترجع تاني يبقى انا عندي الوان لم في الامبيد في الكورنيا واللم التاني فوق الفلاب دايس عليها كاملا اول ما اضمن ان انا عديت المستنقع السواب اوف ايرلي هايبوتوني اللي انا اخاف منه على راس جيمبر والكونجكتيف بتمسك بروح فككها زي ما اكون بفك بوست كراتوكوست سوتشر على استتلاب وتفتح تاني الفلاب بتاعتك فالخوف الشديد جدا هو انك تلزق او تفقد الانتيريو تشامبر ان اوريدي كومبرومايزد اندوثيليوم اما ماي بيرسونال انا بعمله بنفس السايت مش كده خالص
I have a little comment يا محمد. انت بتقول ان انا ما بقدرش اشيل كلير لينز. فعلا كنا زمان ما بنعملش كده. بس لو احنا حطينا في اعتبارنا ان اللينز هي السبب في الجلوكوما، يعني هي اللينز احنا مش بنشيلها للفله ده كده، لا هي مشكله، هي اللينز انديوسنج دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لو شفنا المانجمنت اوبشنز، محمد انت قلت نقدر نعمل فيك ونقدر نعمل كومباين. لو جينا للترابيكلكتومي بس في الاند بروجكت الجلوكوما دي من الحاجات اللي هي السهله. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اتيو تشامبر شالو اساسا، وبالتالي احنا عايزين بوست اوبراتيفلي نعمل فلتريشن وداوت لوزنج اشالو انتيو تشامبر. ان احنا نوصل للمعادله دي صعبه جدا، ولذلك اونلي ترابيكلكتومي في حالات الكرونيك انجل بروجكت الجلوكوما لا مش فعلا اوبشن، ما هوش مستحب. وبالعكس الاوبشن ده از ديكريزنج ويز تايم، لان كمان هيجي لهم لو هتشتغل عمليه بذمه هيجي لها شالو انتيو تشامبر، فجينا جالنا الكاتراك وهنضطر ندخل نشيله، وبالتالي احنا ما بنشيلش اللينز ما بنتعداش عليها ولا هي اللي بادئه المشكله ان ذيس اي. تصديقا على كلام الدكتور احمد، هم بيقولوا ان the only indication for not removing the lens is the patient being effected or pseudo-effected. كده انت بتخش تشيل العدسه عامله زي قشره البيضه، تكسرها وبعدين تشوف انت هتعملها ازاي، يعني اللينز ماسكينها بقت بتتشال ريفراكتيف، شاف الكوما، شاف الريتنا، يمكن التريشيوم بس هو اللي خالي. في حد في اسئله؟ يا حد انا عايز استفيد من وجود دكتور طارق النصر معانا، هو قاعد كده. دكتور طارق لو ليه كومنتس على الحاجات اللي قالت، لان هو يعني طبعا دكتور طارق كلنا بنعتز بيه حقيقه، هو ليه معزه خاصه عندي وليه معزه كبيره عندي. انا عايز يعني استسمحوا كده لو في كومنتس. والله انا اتشرفت النهارده بالحضور الدكتور محسن والدكتور احمد، لهم معزه كبيره عندنا، واستمتعت بكل الكلام. ليه كومنتس كده بالنسبه لشبكه تيم شيمبر فعلا من حته الوان سايد والتو سايدز؟ لا طبعا انا بميل اكتر للتو سايدز بسبب ان انا بخاف ان انا اغير الكونفجريشن اوف الجلوكوما سايت بالفكر، فدي بتبقى عندي دي بتبقى فعلا فيري كريتيكال، وفعلا حته الانفيلير بيبقى في منتهى الخطوره، فبنبقى خايفين جدا من الشعر لو ده انتي تشيلدر بوست اوبرتيفلي. فانا بخلي الجلوكوما سيرجري وباخد ستيتشز اكتر، او باخد بكريت سوشرز على اساس ان انا اضمن ان ما يحصلناش يعني شغل في تشيلدر. لكن احنا طبعا حته الفيكو على مع الدكتور احمد 100% حته الكومباين سيرجري ان كلير لانس انا ما بتفرقش خالص معايا اللانس، لان انا عندي لو دخلنا في شغل في تشيلدر او دخلنا وهي اساسا احنا داخلين شغل في تشيلدر، فموست بروبلي هتدخل في شغل في تشيلدر، وموست بروبلي هتحتاج ان انت تعمل فيكو بعديها بسنه او سنه ونص او اقل، فانت دخلت في نفس القصه مره ثانيه، والافضل اللي احنا شكرا دكتور طارق، ثانك يو فيري ماتش. في كلام ما استاذ فعلا بتؤكد الموضوع ده، ان هو في طبعا استاذ كتير عن كلير لينز اكستراكشن ده ابتدوا يتعاملوا مع اللينز زي ما حضرتك بتقول كسبيس اور فاين ليجن في الانجل كلوجر، ملهاش لازمه نشيلها وبعدين نأكد اكوردنجلي بقى لو محتاج بعد كده تريوكلاكتومي او ميديكال تريتمنت. ولكن تو بيج ستاديز اتنشروا في اوثولوجي جورنال جاوبوا على السؤال اللي احنا بنتساله من زمان، هل كاتراكت او فيكو ايموسيفيكيشن احسن في الانجل كلوجر ولا كومباين فيكو ايموسيفيكيشن تريوكلاكتومي؟ وجدوا انه الكومبايند بروسيجر صحيح بيلور بريشر اكتر ولكن الكومبليكيشن ريت اكتر فيهم. اللطيف في ستاديز دي الاثنين ان هم تقريبا كان في 35 بيشنت عملوا فيكو ايموسيفيكيشن بس في الانجل كلوجر، واحد منهم بس من 35 اللي احتاج ليتر اون ان يعمل تريبيكلاكتومي، وبالتالي وي سيف 34 اوت اوف ذا 35 دول من ذا ريسكس اوف تريبيكلاكتومي بمجرد دوينج ذا كاتريك سيرجري. ياسمين كلامها جميل، عايز بقى ازود حاجه على كلام ياسمين. طب احنا مين اللي بنحب نعمل لهم